صحيح. شوفي المسألة كل شيء يأتي تدريجيا، لا يمكنك أن تأخذ هذه المطالب بصورة كلية وتضعها في مخبر وتوجد لها الحلول السريعة. كل المسائل يجب أن تأخذ وقتها بالتدريج، لأن هذه المسائل راه تراكم نتاع سنوات وسنوات، يعني بناء الجمهورية الفرنسية الثانية تبنات بعد قرابة 200 سنة باش تبنات. احنا نريد في 6 شهور نبني كل شيء. أعتقد أننا مطالبين بأن نتحلى بالصبر وبتجنب الفراغ وبالتخلي عن أي فكرة تقود إلى المراحل الانتقالية. جرب الجزائريون المرحلة الانتقالية الأولى من 65 حتى 77، والمرحلة الانتقالية الثانية من 92 حتى 95 انتخابات الرئاسية ثم 97 انتخابات. إذن المراحل الانتقالية هي إفراغ البلد من الشرعية، هي تعطيل العمل الديمقراطي، هي كل هذه الأشياء. إذن لهذا